حسين بيك وصل القاهرة ونزل في بيته. ايه؟ خليه قاعد في بيته يا ابو دهب، القلق سلاح رهيب. يا ليلى ليلى ليلى، والله يا بنت اسماعيل اقول لك ايه؟ عملتيها يا بنتي، عملتيها يا بنتي. طبيب ماهر، وعلمي انك بتعالجه. انا طبيبه الخاص يا مولاي. يبقى علاجه عندك. قولي انت بتعالجه من ايه؟ طلب مني مرهم خاص عشان يقويك الرجل يا مولاي. مفهوم مفهوم. وانت بقى علاجك عندي. كده بس يا حبيبتي، بعد يا واد انت وهو، بعد يا واد، يلا امشي. تعالي يا حبيبتي، تعالي، تعالي يا حبيبتي، تعالي. لا اله الا الله، تعالي يا حبيبتي، تعالي. ما ينفعش فيها كلام، ما ينفعش غير اني ابص لك بس يا ليلى. استني عمرك كله عشان تشوفني. ليه عشان احب كلمة. احب الراجل وجع. انت مت، قوم اتكلم معاه، قوم اتكلم معاه. يخرب بيت الحبايب وجمالهم. قوم يا جابر، قوم يا حزين. تعالي يا حبيبتي، تعالي اما اغطيك. البس بسرعه قبل ما ابوك يرجع. روحني يا خال. اروحك يا حبيبتي. والرجل اللي وجع هنسيبه؟ ليه رب يا حبيبتي، ليه رب. يلا كان غايب عن فرشوط ليا 100 سنة. ربنا ما يغيبك عنها ولا دقيقة. أغلى مكان على قلبي، على قلوبنا كلنا. نفسي ما تكونش السبب في خرابها يا إسماعيل. بعد الشر يا شيخ العرب. ما تجي نتغدى سوا. لا، أروح أشوف شمش وليلة. على طريق السلامة. الله يسلمك. سلم. طلع بنتك فوق، أبوها صعب. كانت فين؟ وجبتها من فين؟ طلعيها فوق، وبلاش كلام العبط اللي يضيع الوقت ويموتنا كلنا. اطلع يا حبيبتي اطلع. شمش، سلام عليكم. مرحبا مرحبا يا شيخ سلام، وانا عجول البيت منور ليه؟ ها؟ وعليكم السلام، منور بصحابي يا ابوي. يا شمش خير؟ يا شمش وشك اصفر ليه؟ ليلى مالها؟ ليلى زينة ورايقة وزي الفل. بنتك فين يعني؟ بنتي فوق
مطرح. خبر ايه يا شمش؟ ما تسأليش على اخوكي ليه؟ ولا هو همام بس اللي اخوكي الغالي؟ يعني ما سلمتيش على اخوك يعني؟ سلم هنا من بدري. وكيف همام اخويا الغالي؟ انت زيه وهو زيك، هو الغالي وانت حبيبي يا سلام. مرحبا مرحبا يا ولد عمي، منور والله. اتفضل. منور بصحابي يا ابوي. اقعد يا راجل، اتفضل. اقول لك يا شيخ اسماعيل، ما تاخد مني كلمتين ينفعوك. قول يا راجل قول. بس الاول شمش تعمل لنا حاجه ببل رجنا. حالا. الشيخ سلمان فين يا جبل؟ دورت عليه ما لقيتهوش. جبل! تلقاه راح بيت الشيخ اسماعيل. ايه تلقاه دي؟ راح ولا ما راحش؟ راح يا شيخ العرب، راح. قال لي رايح هناك. توحشته؟ ما احبش انام قبل ما اشوفه. انا كمان. ما احبش يغيب عني دقيقة. حتى لو غاب. شايف؟ حبك في الشيخ سلام ده هو اللي محببني فيك. أروح. مع السلامة يا شيخ العرب. هاجي معاك. تجي معاك؟ أنت تقدر تعدي هناك؟ كان الشيخ إسماعيل قطع فرطك. أروح متداري فيك. لا خليك. مالك فرحان كده وفشخ حالك؟ فرحان بشوفتك يا شيخ العرب، فرحان قوي. ماشي يا جابر. ربنا يفرح قلبك. فرحان بشوفتك. رد الهوا شغلك. جوز بنتك لجاب، وانا احلف لك بربنا يا شيخ انها هتكون اسعد واحده في الدنيا. نحضروا لك الوكله يا شيخ سلام. ما عاوزش وكل ولا شرب منك، ورد على كلامي زي الناس يا اسماعيل. كلامك ملوش رد عندي. اللي هيجاور الناس هيبقى منهم، والراجل مجاورنا ليه سنين، شفت منه حاجه عفشه؟ يا شيخ سلام، انت ببيتي ومليكش عندي الا كل ادب، وانت اخو مرتي وغالي عليا واخو صاحبي كمان، ما تخلينيش ارد عليك رد ما يعجبكش. يا ابوي انا ضامنه. وانت جاي تشتري جاموسه عشان تضمن لي انه هيدفع حقه؟ دي ليله بنت اسماعيل الهواري. انا قلت له يا سلام. قلت له ايه؟ روحي قولي لهم يحضروا الوكل، احلى وكل للشيخ سلام. طب افرض ان بنتك دي الوقت طلعت وراحت له وتقابله وهجه، هتعمل ايه؟ قلبك الرقايق ما يستحملش اقول لك هعمل ايه. هعصر رقبه ليلى بيدي لحد روحها ما تفرط من بين صباعاتي، وجابر كل عضمايه في جتته هتكون في حنك.